يا اهلا وسهلا فيكي. بدي اسالك، والله مأمون موجود؟ طيب ماشي، الله يخليكي، بس يرجع لي له يحكي معي. شكرا. حبيبي فيك شي؟ ليه متضايق؟ لا ماني متضايق، بالعكس رواق كثير. راسي شوي عم يجاني، وهذا اليوم احلى يوم من وقت ما تجوزنا لهلا. اي الحمد لله. بكره لازم نروح على الدكتوره، بدنا نراجع مشان بيبي نطمن عليه. صعب بكره، صعب كثير، جايني ضيف، ضيف مهم كثير. نازل على المكتب. الله معك حبيبي. شرف، ارتاح. شرف. طمني، شو اخبارك استاذ غالي؟ الحمد لله ماشي الحال. شو سمعت انك تزوجت بنت خالك ميس؟ مزبوط. شو رايك فيها؟ ما شاء الله كامله مكمله، الله يهنيكم. يعني ظريفه ما هي؟ طبعا ما في منها ميس. ولا حيوان ولا ولا تكلموا ولا الحشا لكم سؤال بجاوبني عليه، واذا بتفتح تمك بحرف بدون ما اسالك حفجر المسدس براسك. شوفي شوفي، خلاص انا بسال وانت بتجاوب. تربيها مثلك. حبيت الفكرة كثير. يا الله ما أحلاك يا خالد. عهد إلك عهد إلي. موافق بس بشرط. أمرني. بس نتجوز. إيه. حطهم هن الاثنين بالبيت فينا حتى يبقوا أحلى ذكرى بحياتنا. اللي بدك إياه بصير. بحبك. وأنا كمان بحبك. صدقني صدقني ما عم اكذب عليك، انا تغلصت كم مره عميس بس ولا مره اذيتها. هي ما جاوبت معك؟ لا كانت تخاف مني. طيب ما حسيت انه في حدا تاني غيرك فايت على الضرب؟ هي وصغيره. لا ولما كبرت؟ ما بعرف والله، انا سافرت. طيب شو كان شعورك لما دريت اني تجوزتها؟ ما حسيت اني غبي؟ وما حسيت انه قروني عم تناطح نجوم الليل؟ لك لا ساكت! ما حسيت بالفخر بينك وبين حالك؟ قلت انك انت اخذت وش العسل وانا اخذت فضلاتك؟ لا لا كذاب ولا؟ والله ما فكرت. لك بشو فكرت؟ ما فكرت بشي. كذاب! طيب ما تخيلت حالك معها؟ جاوبني ولا؟ ايه